كما قلت لكم اللغة تاعنا لي ريش، لي ريش وعندها دي عندها دي زوريجين ريش تاني. دروك بغيت نحكي لكم انا على كي يقول لك واحد ضرب الزك ضرب. كاين بالعربية تاني يقولوا فازوك، يقول لك واحد يضرب مثل، ضربوا المثل ولا ضربوا الامثال، اضرب لك مثلا، سيتادير جو تي دون ان اكزومبل. كاين امو واحد يقدر يكون عنده بزاف تاع لي سونس، وكيما قلت لكم لو سونس تاعه يتبدل على حسب لو كونتكست اللي تكون تهضر فيه، ولا على حسب الموقع تاعه في هذيك الجمله والمعنى كي دغيغ هذيك الجمله. نحكي لكم انا علاش قلت لكم ضريب الزوك. انا كنت بارل ضريب الزوك، بون ضريب الزوك اللي دي الاولى اللي تجيكم في البال زعما راهي باينه، زعما نقول لك واحد يضرب الزوك، ضرب لها الزوك. بصح ضريب الزوك سا بو اتر زعما تضرب الزوك، تضربها هكا، تضربها بصفحة ولا بصح ما نقولوش صفعت الزوك، نقول لك ضربت الزوك. ولا ضربت واحد، واحد ضرب باش تكون صفعة اللي تكون في الوش في الخدود. ما تقولش عطيتها صفعة في الظهر، تقدر تي بو باسكو عباك لا لونغ سا ايفولي تاني، لي زيكسبريسيون يتبدلوا كل شيء. بصح كما قلت لكم انا كي قلت ضرب الزوك ولا ضرب الزوك، لي دي الاولى تجيك في البال هي زعما تاع واحد يضرب الزوك، زعما ينيك الزوك. بصح كاين ضرب الزوك زعما دوني دي فيسي.